النسور إلا أن تحلق في أعالي السماء. تدرك جيدا كيف تنقض على أهدافها. وتواصل صعودها إلى العلا في سبيل الملك. القوات الجوية المصرية درع السماء. أنا لوقت طيارة كان حرب نصر موسى، دخلت الكلية الجوية سنة 68 وتخرجت سنة 69. أنا وأنا في السويس شفت الذل والأهوان والإهانة من الطيارات الجوية. أنا شفت الطيارات الإسرائيلية وهي بتضربنا، شفتها وأنا شاب صغير لسه مخلص تانية ثانوي. فأنا ما عشتش الدور، أو ما حدش عاش الدور يعني أنا من الطيارين الوحيدين في 73، أنا واتنين كمان طالعين من السويس، فعارفين ايه الموضوع. انا هقول الموضوع، انا كنت لما بطلع طالعة ويوجهني الموجه انا والليدر بتاعي اتجاه او كورس 140، اعرف ان رايح الثغرة، مناسبة الثغرة يعني. يطلع نطلع طيارات، الموجه يوجهنا كورس 140 او ما اقول لك بلاك ليدر كورس 140، اعرف ان رايح الثغرة. الكلام ده بعد يوم 16. ففي الثغرة حصل فيها مشاكل كتير. كان العدو الإسرائيلي كان بيعدي بدبابات بالهوك المجنزر، كان بيعمل قاعدة صواريخ هوك في ساعة، مش الغير القواعد الثابتة اللي احنا كنا فيه. احنا ما كناش نعرف موضوع الهوك المجنزر، فكان نعرف عن القواعد الثابتة. انما الهوك المجنزر لما دخل الثغرة في طيار كتير قوي من عندنا بعد يوم 16 لم يحالف الحظ، وفيه وقعنا وخسرنا بعض الطيارين. فانا طلعت اشتبكت انا واربع طيارات، وشفنا طيارات فانتوم طلعنا واشتبكنا معاها. طيارات فانتوم ما كانش عندها تعليمات انها تشتبك معانا، فكانوا بيلفوا ويرجعوا في اتجاه الشرق. احنا بقى يسيبونا للهوك ده، اتضرب انا اتضرب عليا فوق السويس، فوق السويس بلدي انا، صواريخ من الارض. قلت يا رب السويس بتضربني بصواريخ. اتضح ان دي صواريخ الهوك اللي كانت العدو الجوي الاسرائيلي دخل بيها في الثغره من الضفر السوار، ونزل بالجيب في اتجاه السويس والادبيه. فاتضرب عليها صواريخ. انا كنت متعلم ان لو اتضرب عليك صواريخ ارضيه انا وجيلي ازاي تتفاداه؟ في اسلوب ان انت تتفادى الصواريخ من الارض. انا لا عندي لا جهاز انذار ولا عندي حاجه تقول لي ان في صواريخ بتضرب عليك ولا صواريخ قبضت عليك، ولكن بتعتمد على النظر. انا بشوف بافز كده في الارض طالعه من في اتجاه بافز من غير ما اشوف، وبعدين فجاه الاقي حاجه زي قلم رصاص كده طالعه من وسط البافز، صاروخ، صاروخ ارض جو. فكان لازم ان انا اجلي متعلم. متعلم ازاي ان انا اخش في وشه، يعني اعمل مناوره واخش في وش صاروخ، يبقى احنا اتنين نقطتين في الهواء بنعدي من بعض. انما لا ادي له ظهري ولا اتعرض ابدا، هتضرب. فعشان ما اضربش حاجه من الاتنين، 10% 15% نسبة إصابة، فراح أخش في وش الصاروخ كأنه طيارة ونجلي من بعض، هو يطلع في اتجاهه وأنا في اتجاهه وأروح في الناحية التانية. ده نوع من التكتيك. فأنا في السويس بعد ما خلصنا الاشتباك كان معايا الله يرحمه علي زكريا، كان الليدر بتاعي دفعتي والليدر بتاعي. بعد يوم 16 كنا بنطير لبعض. إزاي؟ إن أنا سيربي كان 25 طيار لغاية يوم 15، فقدنا حوالي 5 طيارين. من يوم 16 لغاية يوم 22 كان عندنا 6 طيارين فقط، هم اللي فاضلين، كلهم دفعتي، كلهم كان حسن صقر وعبد المنعم همام ونصر موسى وعلي عبد الحميد وأسامة حفني والسيد ابو النجا الجمال. السيد ابو النجا الجمال دفعتين بعديه، 6. ليه؟ لان في الثغره في طيارين كتير استشهدوا من اللي انا قلت عليه ده. فالمهم بعد ما خلصنا الاشتباك
وشفت انا صاروخ، كان زكريا ليدر دفعتي، كنا بنطير بعض زي ما قلت، فقلت له مانوفر يا زيكا الشمال عشان يشوف، فدخل شمال لا، فراح داخل معايا او طلعت وراه في اتجاه، فاحنا الاثنين انقذنا. في بعض الزملاء في الوقت ده كان منتبه، دي حظوظ، انا بقول ان دي حظوظ، في اتجاه اخر وبالتالي ما بيشوفش، فكان بيتضرب، كان بيتضرب وضرب ناس كتير قوي عندنا في 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 فوق الثغره. فانا بعد ما خلصت كده والدنيا راقت، بقول له يا زكريا تعالى ننزل شويه نوطي، ننزل نوطي الارتفاع شويه. قال لي مخالفة. قلت له يا زكريا انزل شوية. انا في بالي ايه؟ انزل اشوف السويس من فوق، اول مرة يعني، اول مرة عم اشتبك، ده كان يوم 16 17 حاجة كده، اشوفها من فوق، كل طيراننا واتجاهنا كان في اتجاه الاختراق في وسط الدلتا من عند كفر الشيخ. اول مره اجي فوق المدينه اللي انا مولود فيها، يعني بقول ايه، اهلا يا سويس، انت ولاء اصحابي واخواتي وقرايبي واهلي، انا جيت اهو عشان تدفع. عشان ادافع عنك وانتهى الاشتباك وخلصت. نتكلم بقى في يوم 15، نتكلم في يوم 15 العدو الجوي الاسرائيلي يوم 14 قال مفيش فايده في القوات الجويه المصريه دي. امتن يوم بقى تاكيد ضرب، يعني 14 15، العدد ابتدي يقل شويه وطيارينه محبطين جدا، روحهم المعنويه في الارض محبطين للغايه، فكانوا داخلين زي ما تقول تحصيل حاصل، هجمة جوية ضعيفة جدا، هجمة جوية ملهاش دور. دخلوا اصطدناهم من المظلات، اصطدناهم من مكان الاختراق من المظلات، لم يصلوا الى هذا المطار. احنا كقوات جوية مقاتلات، والدفاع الجوي، الدفاع الجوي، قوات الدفاع الجوي المصرية بنكمل بعض، سواء في الاتجاهات او الارتفاعات او الاخره بنكمل بعض. الدفاع الجوي المصري والقوات الجوية مقاتلات، كنا حائط صد لاخر هجمه جويه تمت يوم 15 على منطقه الدلتا، ودي كانت اخر طلعه او اخر هجمه العدو الجوي الاسرائيلي يقوم بيها، لانه حس ان ده فشل ذريع. ومن اليوم ده العالم كله وقف ان هو يقوم بضرب مطارات العدو الاخر. يعني احنا علمنا العالم ان مهام ضرب المطارات للدول الاخرى ده موضوع انتهى بآخر هجوم جوي تم من القوات الجوية الإسرائيلية علينا يوم 15. يمكن بعد كده كان في طلعات أخرى مع طائرات الإسرائيلية، ولكن ليست في الهجوم. أنا أذكر يوم قبل يوم 14، يوم 12 كلفنا 4 طيارات من المنصورة المقاتلات ان هنقوم بمهمة ضربة جوية مقاتلات قذف. تعليمات من رئيس السادات لقائد اللواء، 4 طيارات من عندك يطلعوا يضربوا مطار العريش. اتعين قائد التشكيل، وقائد التشكيل عين 3 معاه. قائد التشكيل عين عبد المنعم همام ونصر موسى و ابو النجا، يمكن سيد ابو النجا، طالعه مجهزه، دي طالعه مجهزه بقى محملين قنابل فقط. فانا وهمام بنتكلم مع بعض، دفعه اصدقاء عمر طويل بينا بعض في الكليه وفي روسيا وفي السرب وفي اللواء. فبقول له ادي همام هنعمل ايه، دي طالعه وان واي، يعني طالعه في اتجاه واحد، انا رايحين مش راجعين. فقال لي ولا حاجه، احنا هنروح هننفذ المهمه واحنا راجعين، شوف هنعمل ايه. قلت له بص، احسن حاجه واحنا راجعين يا عمان نمشي على الساحل عشان ما نقعش في الميه، هننط الجهاز هيخلص هننط. قلت له نمشي على الساحل، امشي انا وراك، انا بتكلم انا هو بقى، انا هو نمره 3 وانا نمره 4، ماليش دعوه بالليدر نمره 2، كل واحد بقى بنفسه. قلت له هنمشي على الساحل يا عمان هننط،
لما نط، لما تنط انت انا هنط يعني، او لو نطيت انا نط انت يعني، نط مع بعض، لان الجهاز يعني لو 100 لتر ولا حاجه مش هعمله حاجه، مش هوصلوه. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له خش السينما، هننزل في اي حته ندور على سينما، نخش سينما نقعد مع بعض شويه. طبعا واخدينها بضحك، لان انت طالع مش مش راجع، الموضوع مش راجع هتموت، لا مش راجع، لان جاز الطلعه وان واي، تروح تضرب ترجع ما توصلش، لان هو خزان واحد بس والباقي قنابل مش ثلاث خزانات. فخدناها بضحك وبتاع. خلاص قائد التشكيل رحنا الدوشم، طيارات بقى شكلها وحش، شكلها رهيب، 21 محمله قنابل تقيله، بالنسبه لنا ده شيء غريب، احنا خفيف خفيف، مقاتلات اربع صواريخ وخزان وشكرا، او صاروخين وثلاث خزانات. فقائد التشكيل قال لي حضرات يلا بينا نصلي ركعتين. قلت له بالجزم؟ قال لي اه بالجزم. انا ما اعرفش ان في الحرب ممكن تصلي بالجزم، ما كنتش عارفها بصراحه. فوقف امام واحنا واقفين ثلاثه وراه، صلى بينا ركعتين، ركعتين خلاص يعني، مش نعيط بقى، مش نولول بقى، لا واخدينها بروح عاليه، يلا فندم صلي، صلى الركعتين وخلاص، كل واحد في طيارته قاعدين لابسين وجاهزين، طياره متحمله مستنيين على الطلعة. فاضل ربع ساعة هنقعدها في الطيارة وبعدين يدينا الإذن نطلع في زمن معين تبقى في الهدف، احنا بنحسبها يعني. بعد حوالي 10 دقايق جت تعليمات قال لك انزل انزل. شوف بقى انت ما تبقى عارف رايح ومش راجع وفجأة يقول لك انزل، يعني ايه؟ يعني الطلعة اتلغت. إسرائيل السادات لقى إن فقد أربع طيارين وأربع طيارات في الوقت ده كان صعب، كان صعب على اللواء ده، وبالتالي لغاها وأظن نفذوا المهمة بحاجة تانية، موضوع تاني أعتقد كان مكلف لطيارات المراج وما طلعتش برضه. فده موقف من ضمن المواقف اللي كانت موجودة. الشعور بقى بعد أنت ما يقول لك انزل يعني مش هتطلع والطلعة اتلغت، هتقول إيه؟ الحمد لله يا رب إن أنا ما طلعتش. لا الحمد لله على كل شيء، ولكن إيه؟ يا عم أنا كنت عايز أطلع. من لبعض بقى، ما خلاص بقى ما اتلغت، يا عم انا كنت عايز اطلع، يا عم ايه اللي لغيتوها ليه؟ واحنا طبعا ما صدقنا انها ما طلعتش، انما هو احساس ان دي مهمه، احد المهام اللي موكله لينا ومش بتاعتنا. احنا مقاتلات، كنا نطلع مقاتلات قذفه، انا طبعا متدرب مقاتلات قذفه ومقاتلات، انما المقاتلات القذفه ما يتدربش مقاتلات، بتدرب مقاتلات قذفه بس، احنا بنجمع ما بين الاثنين. فان تد مهمه، لان كان فيها في الوقت ده الامداد الامريكي اللي هو نيكل جراس كان بيمد القوات الجويه او القوات المسلحه الاسرائيليه بطيارات السي 5 وطيارات المدني اللي كانت بتنقل اعتاد ومعدات وطيارات. انا اذكر يوم 16 او 18 مش فاكر، طلعنا طلعنا وهمام، همام كان ليدر او كان نمره 3 او نمره 4، طلعنا سكرامبل او طلعنا بخرطوشه اقلاع اربع طيارات، قال لك في هدف في فوق بورسعيد، طلعت اربع طيارات فجاه لقينا في ثمان طيارات ميراج، ثمان طيارات ميراج، فصل الليدر ونمر اثنين وفصل همام وانا معاه. لما فصلنا شفنا طياره ميراج بعيد، قربنا عليها همام وانا، الطياره الميراج وراح عامل دوران فظيع جدا، التدريب القديم بقى، راح حمام جاي يشد لفوق، الزنق يعني هو بيشد لفوق هيطلع لقدام، هيطلع وانا بقى وعشان وراه في مسافه بيني وبينه، فمين في مسافه بيني وبين الطياره اللي قدامي، فقلت له ايه؟ اطلع انت همام، اطلع انت همام. قال لي خش يا موسى، وراح حمام خالع الناحيه دي، ورحت انا داخل وراه، ورا الطياره دي، رحت شادد فوق ونازل جواه. لو نازل جواه ما طلعش قدامه، نزلت جواه وراح قلب الناحيه الثانيه، رحت انا قلب وعد، عدينا من بعض كده، واول ما بنعدي بالانيرشيا الطياره بتبعد، نروح قلبين على بعض وداخلين، انا بحاول اجيب ورا كده وهو بيحاول يجيب ورا كده، فانا بنعمل احنا اتنين كده، هو بنقرب بنعدي بوز في بوز كده، بنعدي الناحيه الثانيه، نروح قلبين الناحيه الثانيه، حاجه اسمها مناوره المقص. فضلت من 4 كيلو، كل الكلام ده بايه؟ بسرعات تقل من 800 وصلت لغاية سرعة 300، واحنا بنعمل المناورة دي لغاية ما وصلنا لسرعة تقريبا 200 احنا الاتنين، ارتفاع تقريبا
300 متر. على هذا الارتفاع في المناورة دي أنا والطيارة دي حاجة من الاثنين، يا نخبط احنا الاثنين في الأرض يا إما كل واحد ياخد اتجاهه، أنا خدت اتجاه الجنوب وخد اتجاه الشمال. الطيارة اللي اشتبكت معاها دي أنا طبعا ما شفتش همام، طيارة ميراج لونها غامق ما عليهاش نجمة داوود، يعني الطيارة دي مش إسرائيلي، وبالتالي اللي قاعد جواها ده مش إسرائيلي. الطيارة دي جاية من جنوب أفريقيا، دهنوا العلامة وما حطوش نجمة داوود، ما فيش وقت، وطلعت كانت بتحمي حاجة وبتعمل حاجة. المهم لما اشتبكنا معاها انا نزلت بلغت قلت الطيارة دي ما عليهاش علامة سلاح، واتضح فعلا من المخابرات انها طيارة من جنوب افريقيا بالطيارين مرتزقة، علشان كده ما كانش بيتعدى الحدود، كان في البحر كله، لانه لو اتقفش عندنا تبقى مشكلة. المهم انا بقى عشان اهرب منه هو ورايا، ممكن يلف ويرجع لي، ممكن يلف ويرجع لي. دي احد مهام التدريب على السرعات المنخفضة. انا لما كنتش اتدربت سرعات منخفضة واتحكم في الطيارة ازاي حتى سرعة 250 كان زمنه ضربني. انا حسيت ان الطيارة اللي في الطيارة المراج دي مش اسرائيلي. انا تعاونت او تعاملت مع الطيار الاسرائيلي 4-5 شبكات قبل كده، مش هو ده النوع، ده نوع تاني، وكان فعلا طيار جنوب افريقي مرتزق بطياراته، لان المناورات اللي كان بيعملها الطيار ده لا تتناسب مع المناورات الطيار الاسرائيلي، وده كان خبرة زيادة ليا ان انا اقاتل طيارة مش اسرائيلي في الجو. المهم انا عشان اخدت طريق الجنوب عديت فوق برحية المنزلة، وعشان ما يجيش ورايا اضطريت امشي متر على المية، وده نوع من انواع التدريب المنخفض جدا، لان دي حياتي، متر على المية. يعني كان في مراكب شراع واقفه، الشراع انا المفروض وانا طاير ببص الشراع تحت، انا كنت طاير تحت الشراع ببص الشراع من فوق، معنى الشراع لو 3-4 متر انا طاير على متر شايفه فوق مش شايفه تحت. ليه؟ لانه لو جه ورايا في الارتفاع ده ما يقدرش يضربني بالمناسبه. وبالتالي وصلت قبل المطار بشويه، رفعت زودت الارتفاع، لقيت لمبه الجاز بتنور اللي هي الاحتياطي دي، يعني قدامي بتاع حوالي 3-4 دقائق، فرحت محول ومبلغ شورت فيول لازم انزل فورا. رحت جاي واخد الممر كده على يميني ورحت نازل منزل عجل ورحت نازل، نزلت على الممر حطيت العجل على الارض جريت، وانا بجري لقيت في طياره على نفس الممر في اتجاه المعاكس، نفس الممر، يعني انا ماشي انا نازل كده هو نازل كده في نفس التوقيت. فراح اللي ماسك في البرج كان المقدم حسن خضر الله يرحمه، كان قائد تاني اللواء، قال كل واحد ياخد يمينه، كل واحد ياخد يمينه في الارتي في اللاسلكي. فخدت يميني وهو خد يمينه وعدينا من بعض، واحنا بنعدي من بعض شفته اتري مين؟ همام. يا عم حمد الله على السلامه يا موسى، ار تي سايلنت، ار تي ديسيبلين من المراقبه، تضع ان همام ونزلنا على نفس الممر. دي حادثه، دي حادثه احنا اثنين، ولكن ستر ربنا، كان ربنا واقف معانا. دي نقطه من النقط الصعبه. الموقف الصعب الثاني اللي اقدر اقوله، احنا في اثناء الاشتباك يوم 14 بالذات كان في سرب اول ممر وسرب اخر الممر. السرب ده بيطلع طرد طبقا للخراطيش وده بيطلع طرد طبقا للخراطيش. المفروض ان السرب يطلع على ممر والسرب تاني يطلع على ممر، هما ممرين متوازيين. فلما ده طلع اربع طيارات واربع طيارات بياخدوا الممرين، وده لما طلع اربعه اربعه بياخدوا الممرين. فلما بيطلعوا في نفس الوقت لو دول دوروا مع بعض وطلعوا على الممر مع بعض ودوروا مع بعض يطلعوا مع بعض وضد بعض. ستر ربنا بقى بيعمل ايه؟ شوف على الممر الرئيسي طلع اول طيارتين، واول طيارتين من هنا بص لي عدوا من بعض كده اهو كده اهو، واحنا واقفين كده اهو. ده يعني ايه؟ اربع طيارات ولسه ما طلعناش على الارض، اربع طيارات اوت كده اهو، ده ستر ربنا.
ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لازم اطلع، ما هعمل ايه؟ ممكن اجليه، بس يعني كله يعدوا يعني مثلا يبقوا كده اهو وارد، ممكن ده كده وده كده وارد، انما الاثنين في نفس الارتفاع ويعدوا من بعض كده اهو كده اهو زي صوابع كده، ده تسميه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ستر ربنا. ان ربنا عايز الناس دي تكسب، ربنا عايز الناس دي تنتصر، انما دي فقد اربعه هنا واربعه هنا واربعه هنا، خلصت القوات الجويه، حوادث وضرب وصغره، انما احنا وقفنا على الجيل لغايه اخر يوم، يوم 22 بالنسبه لنا كان اخر يوم، خلاص نرتاح بقى، احنا في القوات الجويه في ذلك الوقت نحارب 10 ايام لاعتبارات كثيره جدا. ايه هم ال 10 ايام؟ ان انا الامداد من الخلف الامام او استراتيجي التعباوي ليا زائد الذخيرة وخلافه 10 ايام قتال. انا مش العراق وايران قاعد احارب 8 سنين، انا حارب 10 12 يوم، 12 يوم بالظبط. كون ان اقعد 19 يوم ده اجهاد مش كده؟ وبالتالي يوم 22 ده كان اخر يوم بالنسبه لنا. اسرائيل اخترقت وقف اطلاق النار وكملت ال 24 عشان تخلي الثغره اللي دخلت دي تستقر وتقدر تحافظ على الارض. ده اللي خلاهم ينقضوا الاتفاق من 22 ل 24، وبالتالي كان اخر طلعه وقف اطلاق النار حقيقي كان يوم 24 اللي بيه احنا تنفسنا الساعه ضاعت. يوم 24 كنا 6 طيارين في السرب، 6 طيارين، 80% من الطيارين اللي استشهدت او اللي نطت وما رجعتش او اللي نطت ورجعت من الثغرة، لأن الثغرة ما كانتش فيها ندية بيننا وبينهم، الثغرة كانت مصيدة احنا ما كناش نعرف عنها حاجة، انا اطلع لي واحد لواحد، اطلع لي راجل لراجل، انما ضرب صواريخ ارضي انا ما اشوفهاش، هي دي كانت المشكلة الكبيرة. ومعنا ما اشتبكناش فوق السويس على فكرة او فوق الثغرة، لم نشتبك مع طيارات بتاتا، احنا بنشوف بعض يجي نخش هرم يجي يهربوا ويسيبني للدفاع الجوي، يعني هو بيخلي المنطقة للدفاع الجوي وهو ده اللي قطف معظم طياراتنا من 25 طيار الى 19 طيار الى 6 طيارين في اخر الحرب يوم 24. علشان اللي بيقول لك وقف اطلاق النار ده غلط واحنا مش عارف كم ممكن نكمل، ابدا، الثغره سابوها من غير طلقه واحده، لان السادات قال لهم لا مقابل لا 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 تبادل اسرى بدون الثغره، انسحاب الثغره اولا ثم التبادل ثانيا. لو احنا كنا زي ما كان في قاده عايزين يعملوا كده يسحبوا من الشرق للغرب فرقة أو اتنين لواء علشان نطوق الثغرة، كنا هنفقد 60% من اللي عندنا اوريدي. إنما السادات بدهاء سياسي قال لهم مفيش أسرى إلا لما تنسحبوا، وانسحبوا من الثغرة فعلا بدون طلقة واحدة، وخدناها أو قعدنا التمركز فيها بدون ما نفقد عسكري واحد. ده من ضمن دي كواليس الحروب أو كواليس الحرب دي اللي ناس كتير قوي ما تعرفهاش. المقولة اللي بتقول الطيارين الإسرائيليين اللي بيقولوا عليهم مربوطين بالسلاسل عشان ما ينطوش، ده كلام مش مظبوط، مش مظبوط. ولكن الطيار الإسرائيلي أنا أعرفه كويس قوي، أعرف مناورته كويس قوي، وأعرف بيفكر إزاي، زي لعيب الكورة لما بيشوف المدافع أو المهاجم داخل بيبقى عارف تكنيك أو تكتيك المدافع يقدر يجيب منه جون. أنا عارف الطيار الإسرائيلي بالظبط، لما أشتبك مع طيارة فيها طيار مش إسرائيلي أنا أحس بيه أعرفه، وبعدين أؤكد هذا بأن طيارة ما عليهاش علامة سلاح. إنما الطيار الإسرائيلي يتربط أو يتربط بالسلاسل ده طبعا مش مظبوط. ليه؟ لأن هو هينط، طب ما هينط وهيموت، طب اربطه ليه؟ عشان ما ينطش؟ ما اعتقدش، انا ما سمعتش حاجه زي كده، وما اعتقدش ان ممكن طيار يتربط بسلاسل عشان ما ينطش. دي مقوله مش سليمه وان كانت على العدو. يعني هي مقوله غير سليمه وان كانت على العدو، ده غير منطقي تماما. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.